بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مبارك سمو رئيس جمعية قد سيف وأقلال للتنمية والمحافظة على التراث حيزاوية البركة زاكورة. بالنسبة لهذه الفرقة، واحد الفرقة عريقة، احنا ورثنا أبا عن جد، كانوا الجدد ديالنا خدامين فيها وخداو الآباء ديالنا، وخديت على الأب ديالي المشعال، ونتمنى إن شاء الله نخليها للأبناء ديالنا والأبناء يخليوها للحفادة. نتمناو هذا التراث إن شاء الله ما ينضطر. هذا بالنسبة لهذ الرقصة ديال دقة السيف، هي جات الأصل ديالها من الجزيرة العربية. نهارها جرى الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، تلقاو ليه الأنصار بالجفوف. أول أغنية تغنات بالدف، هذاك الدف باش كنلعبوا، هي طلع البدر علينا من ثانية الوداع إلى آخر. الأنصار تلقاو ليه بالجفوف، والمجاهدين كيحاربوا بالسيوف. هذيك المرة اللي كتجيبين السيوف كدلالة، كعيار، كدين، المهم كتمثل شي حاجة اللي كيتبرزوا على هذوك جوج الناس اللي شادين السيوف. داك اللي داها معاه هو اللي كيتسمى في الاخر، هو اللي منتصر. بالنسبه لهذا المهرجان ديال الفيلم القصير الدولي بالنسبه لزاكورة، كنشاركوا فيه من البدايه ديالو. وهاد الناس علاش كنشاركوا فيه ومستمرين مع هاد الناس؟ حيت هاد الناس ديالو اللي كينظموا هاد المهرجان، ناس في المستوى، ناس كيعرفوا بالقدرات ديال التراث، يقدروا الناس ديال التراث، وبحال هادشي اللي كنبغيو الناس يهتموا بالتراث، ويا ريت كل بلاصه فين ما مشينا نلقاو الناس مهتمين بالتراث، لان المغرب سيدنا الله ينصرو راه عندنا واحد الكنز ثمين في المغرب. المغرب من اقصى الى جنوبه، من غربه الى شرقه، راه كله عمر بالتراث. وجود التراث عندنا واحد الكنز ثمين، ولكن الله يهدي المسؤولين ياخذوا واحد الالتفاته لهذا الشيء ديال التراث الشعبي. راه التراث الشعبي الى مشينا على هكا راه واحد الوقت غادي نمشيو ما تبقيش غادي نلقاوه. نتمناوه يبدا يتقرب في المدارس، ولا بزاف اللي دعا مره مره يدوز باش الابناء ديالنا وداك الشيء باش يمارسوا هذا الفن ويبقاو يمشيو معاه. ونتمناه ان شاء الله الاستماره لهذا الفن. وشكرا لكم والسلام عليكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.